كثيرا ما نسمع عن عالم الجاسوسية، وذلك من خلال الأفلام السينمائية وخصوصا أفلام جيمس بوند. ولكن ماذا لو عرفت أن كل الأشياء التي شاهدتها في السينما معظمها أشياء حقيقية وليست من وحي المؤلف؟ متحف التجسس العالمي الذي يقع في واشنطن في إف ستريت يعرض كل أدوات التجسس المستخدمة من قبل أجهزة المخابرات العالمية على مر التاريخ. يتنوع المتحف ما بين الأجهزة والأسلحة التي يستخدمها الجواسيس، مثل آلة حفر الأنفاق السرية التي تستخدمها المخابرات البريطانية، بالإضافة إلى سيارة تم تعديلها لكي تستخدم في تهريب العملاء. كما يحوي المتحف الأشياء التي تم استخدامها في تهريب الدبلوماسيين الأمريكان من طهران في أول الثمانينيات، والتي كانت تعرف بأزمة الرهائن في إيران، وتم تجسيدها بفيلم سينمائي يحمل اسم أرجو. كما إن الحيوانات لم تسلم أيضا من عالم التجسس، مثل هذه الحمامة التي تم تثبيت كاميرا في عنقها لتقوم بتصوير مواقع العدو، بالإضافة إلى العناكب التي تحمل مجسات للتنصت. يشمل المتحف أيضا جناحا للآليات التي تستخدم خلف خط العدو، مثل أجهزة الإرسال والاستقبال، ويحوي أيضا حذاء مثبت به جهاز إرسال لبث البرقيات خلال الحرب الباردة، وكيفية التخفي بين المدنيين وتشفير الرسائل، وذلك عبر استخدام ورق معين لذلك. A lot of things we saw in James Bond movies, Yes, it was nice. الجاسوسية علم وفن وتشويق وإثارة، استخدمت عبر السنين لخدمة مصالح الدول وحماية أمنها الخارجي. ومعرض التجسس يعرض لنا التقنيات التي كانت تستخدم ما قبل الإنترنت وثورة الاتصالات، والتي بالتأكيد سيكون لها أبعاد أخرى وتأثيرات كبيرة في عالم التجسس. أحمد بدري، الغد العربي، واشنطن.